خاصه يصنع القوه من الدافع عادي عيد. كاميو ديالك عندو كاميو هنا كيقلب هو السوق مخسر انا وهذا صحاب الزنك صافي خصنا 12 راج هذا كنطلب فيه 48 نصرف لي شويه غير الصنك الصنك راه حاسبين لي كاميو ب 20000 كاين ما تسول والو اش من اذاعه بعد احمديه شحال جاتك الاسم يا بريس ما كاين ما تسول ما كاين حتى التنشيط عاد التنشيط والعافيه جيتي اليوم تشري ما جيت نشري ما كاين الغلا غادي نرجع للسوق ودابا بنجيو لعند الصناك هنا كيتمحنونا كيمحن الصنك غالي علينا بزاف هنا في المحمديه خلصنا 13000 هاد الكام على 21 بهيمه خلصنا 13000 كي سمعنا انه الجماعه راه يدير 5 دراهم الحولي كيكرفسونا سيدي راه 600 الحولي اكثر من 600 هادي الدراوش 40 40 شريتي هذا البارك 46 اخويا هذا 46 الف ريال واحد شويه الكاميرا باش تشوفوا 46 اخويا قالوا لك المره الاولى قال لي 50 46 المهم مزيان هذا ما فيش الله يجعل البركه الله يجعل البركه خير وبركه النصيحه اللي تقول للناس اللي كيبغيو يشريو النصيحه هاي اللي كتب ليه الله هو اللي غادي يدي واخا تشتر طيحيه اييه اللي قسم الله هو اللي غايدي وكل شيء دايز العيد راه غير نهار واحد عليكم السلام ورحمه الله انا كنتواجدوا في الرحبه ديال الحسنيه جوج وحي النصر يعني كيدير الاسمان الاسمان اخويا بايضه اثمان كاين شي ثمن خيالي ما كاين شي درويش زعما ما يعيش كاين ثمن باهظ يعني شحال القد بين وبين شحال القد 50 60 ما يلا تعيد الدرويش صح والله العظيم اغلى حولي شحال لقيتو اغلى حولي 90000 90000 واخا يكون فيه الويفي 90000 ريال 90000 ريال شنو واش نتوما جيتو تشريو هنا ولا كتبيعو تشريو في الاغنام؟ كنبيعو نشريو في الاغنام والاغنام كاينه ثمن بايض وزمع الدرويش ما يعيش وهذا هو اللي غنقول لك. واش كاينين شي شناقه في السوق هذا؟ الشناقه ماشي قضيه الشناقه، الشناق ما لقى ما يشنق. هو براسو هو براسو مشنوق. هو براسو مشنوق. اييه. ما لقى ما يشنق والو، الدرويش مسكين لا غالب له لله سبحانه وتعالى. فين كاينه الجوده ديال الاكباش؟ واش كاينه في الكراجات اولا كاينه هنايا في الرحله؟ الجوده ديال الاكباش ما تبان حتى نهار اثنين. كيبغيو يبيعوها بثمن باهظ بواحد الثمن اللي هو خيالي شنو اللي كتوقعوا واش الاثمنه غتبقى بحال هكا ولا غادي تزاد؟ كنتمناو من الله تهبط لهاد الدرويش لحقاش ما عندوش باش يعيد السلام عليكم سلام ونعرفوا هاد الاغنام هادي منين الى منطقه؟ بن حمد بن حمد بن حمد يعني كي دايره الجوده ديال الحواله ديال بن حمد؟ وما كاين ثمنش هذا شحال الثمن ديالو؟ 60 هذا 60 ريال الاثمنه غالي الاثمنه عندكم منين كتبداو منين كتسالي؟ منين؟ كتبدا من 50 السي خليك معايا الاثمنه كتبدا من 50 وكتسالي حتى ل 70 60 المهم هادشي على حسب الجوده كاين ديال الدراوش كاينه هذا هو السؤال ديال الدراوش 40 40 40 اقل من 40 بحال غاديه بالبطانه 36 وصافي شي معيد وشي ما معيدينش كيفاش راكم هذا السوق ديال المحمديه السوق ديال المحمديه المهم كاين السنك لي شويه غالي شحال السنك شحال حسبوا لك السنك راه حاسبين لي كاميو ب 20000 حوالي 50 درهم الحولي 50 درهم الحولي 50 درهم الحولي المفروض شحال خاصها تكون؟ المفروض 5 دراهم 5 دراهم على حسب الحولي 5 دراهم اللي كاينه وكيقول لك هو شاري السوق غالي كيقول لك هذا الكاميو عندكم هذا الكاميو عندكم هذا الكاميو شحال خلصوا عليه؟ هذا الكاميو مقيم عليه ب 20000 20000 ريال بحال جيب سوا بعنا سوا ما بعناش كل مره خاصها كتخلص في كتخلص في البداية في الدخله باقي ما بعتيش مع السوق واش غتبيع ولا ما تبيعش كل مره اللي كتبيع غير حولي واحد وكترد الاخرين وهادشي الثمن بزاف علينا هادشي هو قال لك شاري الرحبه ب 60 مليون المهم تاكد لينا ان راك مخلص 20000 ريال مخلصين تماما اول حاجه بغيت نقول لك حاجه معروفه العودي الحولي في عيد كبير كتزاد فيه 200 درهم 300 درهم هذه حاجه معروفه الاكسيداد معروف كي كتشوف واش الاثمنه غتبقى بحال هكا شويه ولا غتطلع من هنا الاثنين ولا ضروري كانت البهيم الليله راه غتطلع كانت البهيم موجوده راه غتهبط حاجه باينه هذه خويا ولا بنادم كياخذ الكيلو تقريبا ب 100 درهم واحد 100 درهم والباكرا داير الثمن ديالها 70 درهم الكيلو ومني كتاخذ حولي اخويا ب 60000 علاش الناس ولاو كيلتجؤوا ملي كتاخذوا ملي كتاخذ اخويا الحولي ب 60000 ملي كتحاول تاخذ الحولي ب 60000 هاد الحولي هذا كنحيدوا له داك الشيء حاشاك راك عارف انت يا فيه ما يولي سوا كتبقى 30 كيلو 30 كيلو 30 كيلو 60000 بحال هو خدا ب 100 درهم بزاف على الناس تصور واحد مهبط حولي من الكاميو ب 50000 جا السيد سولو قال لي 60000 الشناقه قاتلوا بنادم كاين عاوتاني واحد الناس
كيبيعوا حوالو ما مديزينش العيد. كيعرف واحد مسكين غادي هذاك حولي هو اللي عدو عيد به، بحال البارح غادي بحولي بيع لي واحد عين في قوسه بلي. اذا هنا الدور ديال الجماعه خاص كل واحد يجان ديال المراقبه. ما كاينش المراقبه، كيتخلصوا في الكاميوات، كيتخلصوا في كل شيء. ما خلص لهم 70 فرق، خلص لهم. هي ما كاينش الحولي 100 ريال الحولي ما كاينش. رجعوا صافي، رجعوا صافي. رجعوا ما كاينش هذا. واعر فيها الصنك. صنك واعر فيها الصنك. المرقد مذاكره. مذاكره مذاكره. والأثمنة من 34 حتى 48. من 34 حتى 48. والسوق مخسر انا وهذا صحاب الزنك صافي. خلصنا 12000. وما كيحسبوش مول الحولي، كيقولوا يتقارجوا معاك وصافي. كل واحد وثمن. اليوم الثاني البارح خلصنا 100 واليوم خلصنا تقارجوا معنا. لا ياك هاد الاثمنه ديال الاثمنه ديال هاد العام راه خياليه، راه بزاف على المستهلك. نعم الهضره اللي قلتي ما صحيحاش، لان هاد السيد هو كيقول كيبداو من 34. ما كاينش غاد السيد في الرحبه، راه ما كايناش هاد الكسيبه البدريه، راه كاينه ياك كتلتزم ب 34. ها هو سمع تشري من عنده حيت قلتي لي هادشي كذوب. واحد اللي هضر بصفه عامه، ما هضرش بصفه واحد. ما اسمح لي، اسمح لي انت راك ادرى السوق بصفه عامه. راه كاينه وكاينه 80 في السوق، كاين حولي ب 80، راه زعما راه كاين 76 74. بغا بنا نعيد حولي شويه على دراوش. دراوش ما يعيدش العام، غيعيد ولكن راه ماشي بداك الثمن، اكثر من غيجبد القوه من الضعف، خاصو يصنع القوه من الضعف عاد يعيد. اش فهمتيني؟ يعني بصفه عامه راه كاين الثمن في السوق. السيد راه كيرحب بك 34. والو اش من اذاعه بعد هذه؟ ديال المحمديه. شحال جاتك الاسميه؟ يا بريس ما كاين، ما تسول، ما كاين التنشيط. عاد التنشيط والعافيه. جيتي اليوم تشري ما عجبك؟ جيت نشري، ما كاين الغلا. الغلا غادي نرجع حتى للسوق. سلام. نعرفوا هاد الاغنام هادي منين؟ الاغنام اسيدي المنطقه ديالها من مزاب. الاثمنه عندكم منين كتبدا ومنين كان اثمنه ديال الحواله؟ كنبداو اسيدي من قبل رمضان كنعلفوا، والعلف غالي. ودابا بنجيو لعند الصناك هنا كيتمحنونا، كيمحن الصنك غالي علينا بزاف. شحال خلصتوا في الصنك هنا في المحمديه؟ خلصنا 13000. 13000 ريال هذا الكم على 21 بهيمه. خلصنا 13000. ولكن سمعنا انه الجماعه راه دايره 5 دراهم الحولي. كيكرفسونا اسيدي، راه 600 الحولي وكثر من 600. اكثر من 300. اكثر من 600. وجهتوا شي شكايه؟ ما وجهنا حتى شكايه، حنا ما كاينش اللي كيجاوبك. ما كاينش اللي كيجاوبك. كنجيو دابا دايرين 10000 الكاميو، 150 درهم للخروف. 50 درهم هي من المفروض خاصها تكون 5 درهم. ما كاينش ملي كيجي، ملي كتجي للبوليس ما كاينش اللي كيبغي يجاوبك. دابا كنخلصوا، كنخلصوا البهايم. والعلف غالي، العلف غالي وكل شيء غالي، وحنا مكرفسين في البهايم وكيجيو يكرفسونا الصناكه. الصناكه كيكرفسونا. اليوم الثاني عندكم اييه. شحال شحال خلص البارح؟ نفس المشكل، 50 درهم 10000 الكاميو. هادشي انا رساله للسلطات. نقولوا ما سيدي وقفوا، ما خصهم يدخلوا في هادشي، راه محنونا. ما كاينش هذا ولا نطلعوا الشمكاره ولا نعودوا نبيعوا البهايم برا، كاع ما بقيناش ندخلوا للسوق. ولا نعودوا نبيعوا البهايم برا، ما بقيناش ندخلوا للسوق. على الصناكه كرفسونا. السوق هذا العام خاوي، حنا كنضيعوا من الشمس. مول رحبه حتى هو اللي كاري الصنك، حتى هو كيضيع الكراجات عامرين. باقي الوقت شويه، ما باقي لا وقت لا والو، بقى حتى يومين ثلاث عباد الله تخلص النهار. باقي اثنين ثلاث الاربعه ثلاث غتخلص الناس ياك، وغادي تشعل الغلم. شوف ان الرحبه العام جات معطله شويه. معطله وخاويه، يومين وهي خاويه. خليها تكون خاويه. مول الكراجات قال الكراجات قال الناس هنا في الرحبه كتضيع، الناس ما عداش.